أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغات بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع من المواضيع المهمة اللي هو الموديول. المودول أو الموديول هي عبارة عن مجموعة من الأدوات تستخدم مجموعة من الفنكشنات طبقنا تطبيق معين، وطبعا هنالك مجموعة من الموديولات الموجودة بداخل اللغة، وأيضا هنالك مجموعة من الموديولات اللي ممكن نستوردها من خارج اللغة. طبعا راح ناخذ أمثلة بسيطة لبعض الموديولز حتى نعرف الفكرة، وبإمكانكم تطورون نفسكم أكثر وتنصبون موديولات أخرى بنفس الطريقة. مثلا عندنا موديول، هذا الموديول يعطينا أرقام عشوائية ممكن نستخدمها بالقرعة، ممكن نستخدمها بالباركود، ممكن نستخدمها بأماكن عديدة. طيب حتى نضيف موديول نكتب import بهذه الطريقة، import موديول، ونكتب اسم الموديول. مثلا عندنا موديول اللي هو اسمه random، طبعا نكتب import random بهذه الطريقة. هذا الموديول اللي هو random يضيف لي أرقام عشوائية. طبعا فكرة هذا الموديول انه بداخله اكو موديول ثاني اسمه random end. طيب شنو فكرته؟ الراندم بشكل عام يضيف لي أرقام عشوائية كسور، أرقام عشرية، اما random end يضيف لي أرقام عشوائية، أرقام صحيحة وليس كسور. طبعا حتى نضيف الأرقام الصحيحة لابد انه نفعل الموديول اللي بداخل الموديول random الثاني، الموديول اللي هو اسمه random end. فراح نكتب from بهذه الطريقة، from يعني بالموديول random. اكو عندنا موديول ثاني استوردنا اياه اللي هو الانبورت بهذه الطريقة، اسمه راند بهذه الطريقة راند بت. طيب بس احنا استوردنا الموديول الرئيسي اللي هو اسمه random، والموديول الثانوي اللي هو اسمه random انت اللي هو بداخل الموديول اللي هو اسمه random. الان راح نضيف الارقام العشوائية من خلال نكتب print ونكتب راند ات هذه الطريقة. وطبعا راح يطلب من عندنا شيئين، يطلب من عندنا رقم البداية مثلا من 100، ورقم النهاية مثلا من 1000 هذه الطريقة. فراح يعطيني أرقام عشوائية تبدي من 100 وإلى 1000. إذا أجي هنا أجري عملية الران ألاحظ 648، ران 600 أو 739، 376، 245 وهكذا. طيب إذا أنا أريد يبدي من 100 أو من مليون هذه الطريقة إلى مثلا تريليون مثلا بهذه الطريقة، ألاحظ أنه راح يعطيني أرقام كبيرة. طبعا هاي الأرقام ممكن أستفاد من عندها، وبهذه الطريقة يتم توليد الأرقام العشوائية اللي تستخدم بالبطاقات التعبئة، تستخدم بأرقام الهواتف وهكذا. فإذا هذه الدالة أو هذا الموديول مهم جدا، ممكن نستفاد من عدة بأمور كثيرة. طيب عندنا موديول آخر اللي هو اسمه date time. date time اللي هو موديول يضيف لنا الوقت والتاريخ، import date time بهذه الطريقة. طبعا هذا هو الموديول، وطبعا مثل ما بينا انه هذا الموديول يضيف لنا الوقت والتاريخ. مثلا راح نضيف الوقت print، فنكتب print داخله نكتب الموديول date time dot date time مرة اخرى بداخل الموديول date time dot now بهذه الطريقة. هذا الموديول او هذه الدالة او هذه الفانكشن راح تضيف لنا تاريخ الان. اذا اجي هنا على الرن ألاحظ أنه تاريخ الآن اللي هو 21/4/2022، طبعا الساعة 1:18:17، وطبعا هذه اللي هي مايكرو ثانية أو أجزاء من الثانية راح يعطينا إياها. طيب أيضا بإمكاني نجري بعض الخيارات، مثلا راح أضغط على Ctrl D، بإمكاني أنه أستخرج فقط السنة وليس يعني هذا التاريخ كله. فأجي هنا أنا بعد أقواس الناو أكتب dot year بهذه الطريقة، راح يعطيني فقط السنة اللي هي 22. بإمكاني أضيف الشهر، راح أكتب dot month، إذا لاحظ راح يعطيني 4، وهكذا. إذا أرد أضيف الday اللي هو اليوم بهذه الطريقة راح يعطيني 21، مثل ما لاحظ 21/4/2022 هذا هو التاريخ.
ايضا بنفس الطريقة بامكاني انه اضيف التوقيت الوقت، راح اكتب هنا دوت تايم بهذه الطريقة، وطبعا اجي الى رن الاحظ انه هذا هو الوقت. بنفس الطريقة انه اذا اريد استخرج فقط الساعة فاكتب هنا دوت اور بهذه الطريقة، راح يستخرج لي الساعة اللي هو ساعة واحدة، وهكذا طبعا استخرج الدقائق والثواني واجزاء من الثواني، الخيارات اللي انا اريد استقطعها من خلال الموديول اللي هو import date. طبعا هذه امثلة من امثلة الموديول، هنالك موديولات كثيرة جدا بامكاني انه استخدمها واستفاد من عندها. فقط بامكانكم تبحثون على الانترنت موديول بايثون، راح تشاهدون الالاف من الموديولات اللي ممكن تستفادون من عندهن وتطبقون عليهن مهام كثيرة، ولكن بشكل عام هذه هي فكرة الموديول. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.